أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: كيف نجمع بين قوله تعالى كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبين قول الرسول صلى الله عليه وسلم في أن قيام داود عليه السلام هو أفضل القيام حيث كان يقوم سدس الليل، وأيضا بأن الله سبحانه وتعالى يتنزل في الثلث الأخير من ولذلك الليل. قلنا إن الراجح أنهم ما أن الراجح أنهم يقومون قليلا من الليل خصوصا للثلث الآخر، هذا هو الراجح. نعم.